العقيدة هذه مرتبطة مباشرة بمدرسة كربلاء ومدرسة الإمام الحسين عليه السلام. عليه السلام. والمراجع الذين هم امتداد لهذه الطورة الحسينية بعلمهم بفهمهم بوعيهم بتوجيهاتهم بإرشادهم لهذه الأمة. تخيل أمة من دون رأس، هؤلاء المراجع الكرام هم رؤوس هذه الأمة الذين نعم. يوجهون هذه الأمة، ولولاهم هذه الأمة تعيش في ضياع، ولولاهم هذه الأمة تعيش في الخنوع والمظلومية. ويعني أنا أستذكر، أنا يعني كوني من لبنان أستذكر حادثة حصلت في لبنان في قضية فلسطين، في قضية العقيدة. في إحدى الاحتفالات كان موجود الإمام المغيب السيد موسى الصدر، وكان موجود أبو عمار. كان في خطاب الإمام الصدر كلمة قال: اعلم يا أبا عمار إن شرف القدس يأبى أن يتحرر إلا على أيدي المؤمنين الشرفاء. هذه رسالة نعم. واضحة. واليوم القدس وفلسطين بدها مؤمنين بدها شرفاء من خلال العقيدة التي يحملونها.